السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا صحه جيده يا رب. عالم ام صفاء، اليوم غنشارك معكم واحد الرفيسه اللي سريعه التحضير ان شاء الله توجدوها بسرعه، من المتسمن، من كيفاش رقدت اللحم، من كيفاش بصمت، كل شيء بسرعه ان شاء الله. شي حاجه اللي سريعه ولذيذه وبنينه وخاطره ما شاء الله. ما عليكم غير تابعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه، انتم تبارك الله ما شاء الله. قصريه تجي غزاله يا البنات، وهاد السليله ديال الكرموس كريمه حدا الدار حتى هي مقطعته زوين سالم القصريه. ندوز الكرموس ونتمنىكم تجربوها، وندوزوا للطريقه كيفاش غنحضرها. بسم الله على بركه الله، بسم الله على بركه الله. نبداو بالدجاج هو اللي غنرقدو ان شاء الله. هنا عندي واحد الطامه ديال الزعفران اللي غنخلو عليها الماء طايب، عندي هنا كيلو ديال البصله، عندي الفصوص خمسه فصوص كبار ديال الثوم، كلكم ديروا حتى راس ديال الثومه صايب، وعندي البنات كل واحد على القدر ديالو. ما عندي لا ضياف لا انا ديالتي. شكرا. غادي ندير هذه الدجاجه ونص قطعتهم بحال هكايا. المهم صافي البنات، غنشارك معكم الرفيسه اقتصاديه وبسيطه وسهله، غير تحضروها ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. نتبل الدجاج ديالي. شكرا بنتي. هنا البنات ها هو المطار خويا على هاد، ما عندي الزعفران الحر، الزعفران الحر زوين اللي عندكم ديروه تيجي في الرفيسه زوين. هنا البنات غادي ندير راس الحانوت بسيديسه وقلع علم، مانعرفش نقولها البنات والله. صيفطا هذه هي الوالده من المغرب، تجي زوينه في الرفيسه، جربوها البنات تجي زوينه. يلا بسكتي، غندير القزبر حبوب تا هو راس معلقه، وغندير البنات الساخن ها هي معلقه دابا تقرب حتى الثاني ونزيد كيما قلت لكم الحار. اللي ما كيديرش الحار في الكيسه ديروها البنات فعلا بالخراش طار. والدجاج ديالو غسلتو بالحامة، غسلتو بالسكنجبير والملح في الأول. صافي البنات درت معلقة ديال السكنجبير كبيرة، وعندي الإبزار، هدا الإبزار كبير حاصل عادي نديرو هو تا هو شي معلقة، وندير الخرقوم البلدي تا هو هاهو تيعطي اللون زوين، راه مجهد هذا. عطيه لي المغرب مشري على اليد ومطحونه ومطحونه. هنا البنات حليبه ديال الحلبه، نديرو الملح يعني غاسله الملح حتى نذوق ملح خايب، وندير شويه السمن. انا يمكن لكم نتوما ديروا معلقه ديال السمن، انا على حساب الوليدات ما عرفتش نكثر ما تيبغوش ليا السمن. السمن راه مهم في الرخيصه البنات، هو الزيت البلديه مهم بزاف، وغندير زبده بلديه ما مالحه ما والو حتى هي تجي زوينه. غندير منها شويه صافي. نحك الثوم لك صافي البنات، حكيت الثومه غادي نقول ما طايبه البنات. اوري بنتي عندنا باش يذوب ليا. ها هي عندنا، ها هي بنتي عندنا، ها هي بنتي عندنا اختي. واويلي انا قلتها لهم. صافي البنات غادي نشرملو ونخليه على جانب، وهاد التبيله تجي رائعه يا البنات. صافي وغادي نخليه على جانب، ما غنبقى نخليه لا ليله لا جوج سوايع ولا ثلاثه بحال هكاك، ولا ساعه ولا نص ساعه ولا اللي خليتو، وغادي ندوز نعجن معاكم العجينه. والله الا درت فيه سريعه حدا ساعه 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 ديال الوقت تكون واجده، غير كونوا سريع. غنغطيها بواحد طبسيل ونخليها ونطلع ان شاء الله في العجينه. هنا البنات درت ربعه كيسان ديال الفورص ابيض، ودرت ثلاثه فينو، وغندير الملح
على حسب الضغط. صافي الملح بوحده غنعجن بالماء عادي، دابا الحال سخون الماء مروبيني عادي البنات. ضحكتني بنتي قلت لكم الحال سخون، قالت لي لا ماشي الحال سخون الحال بارد. ايه تبارك الله عليك. وصافي صافي البنات انتما السرعه السرعه يا البنات السرعه، خليكم صحتكم خدمه صحتنا. وشكرا لكم بزاف بزاف، عاونونا عاونونا بزاف البنات عاونوني. ديروا لايك ديروا تعليق زوين جربوا الوصفه. تبارك الله الكميه غتعطيني قصريه واه كنت 10 الناس خيرين. وندير الحلم ديري الحلم هي الملح سمعتوا البنات. صافي البنات غادي نجمعها مزيان ندلكها ندلكها مزيان ونديرها في واحد البلاستيكه ونخليها ترتاح وندوزو نشعلوها باش نصبو الكفيسه ديالتنا. البنات نتمنىكم تجربوا البنات المبتدئات بالخص البنات المبتدئات والله حاجه ما تغلبكم، غير ديروا الوصفه ديالتي وطبقوا داكشي اللي حطيت لكم ان شاء الله والخصوصا تكون عندكم غزاله بحال ديال الامهات ديالنا. الامهات ديالنا تعلموا من عزيزاتهم تبارك الله، كاين لا يوتيوب لا حتى حاجه، دابا راه ساهله القضيه كلشي تعلموا لي. صافي كما قلت لكم غادي ندلكها مزيان نجمع ونديرها في البلاستيكه. شكرا لهم نديرها في البلاستيكه وندوزو نرجعو للدجاج. صافي البنات انا ان شاء الله 3 كيلو ديال البصله البنات بسم الله على بركه الله درتو في الطنجره واخا حطو حاطه معكم رفيسه ولكن كل رفيسه والطريقه ديالتها. صافي هنا البنات غنستف الدجاج ديالي ها انتم ما شاء الله وغندير هذاك لاصوص كامل ونديها فوق البوطه. ما نديرش الزيت الزيت ما يخليش اللحم تدخل ليه التوابل، الزيت البنات نديرو حتى الاخر غنديرو نزيد واحد شويه الماء هنايا باش نشعل الطنجره ديالتي. عفوا سمحوا لي قلت لكم الطنجره الله قصريه في الشرمت. صافي ونحطها فوق البوطه تغلى مزيان صافي صافي تغلى مزيان وانا معاك. صافي هنا البنات هاهي غلات شوها في نفس الوقت غندير كاس ديال الزيت البلديه والروميه كاس صغير ماشي كبير المكونات قلال هذا اقل من كاس العنبه. صافي هنا البنات نطيب الحلبه ناخذ شويه الماء الحال سخون ما تبغيوهاش شويه مكثرتش راكم شفتو بقاش طايب ديال الماء درت شويه ربيع البنات. ثم من الاحسن ديروه مقطر انا ما عنديش ديروه مقطر من الاحسن تعطيه واحد المذاق زوين. صافي هو تغطى ليا الدجاج ما كاين لا قلي ما كاين لا قلب لا والو غنسد عليه ونخليه يطيب وندوزو للمسمن. ها انتم البنات العجينه ارتاحت دلكتها مزيان شوفوا تبارك الله كي تضاعف الحجم ديالها لويتها في البلاستيكه وغادي نبدا نلولب. هنا درت الزيت البلديه الا كانت الزيت البلديه عندكم زوينه ما مراش ديروا بها المسمن. غندير الحجم بحال هكايا ما كبير ما صغير باغي نسرب راسي ان شاء الله. انتم كنساعم بالزيت بحال هكايا حتى نكمل. صافي هنا البنات انا قاديتو صافي وغادي نغطيه نخليه يرتاح بلا ندير المقلاة تسخن ونورق. هانتوما معايا ان شاء الله تيجي سريع وتحضير وبنتي فيها الجوع بنتي فيها الجوع باش نطيب ونعطيها المسمن. البنات غادي نبدا نورق وقع الكوكوط راه مصدعاكم غنورق معاكم وحده ولا جوج. صافي هانتوما حتى الورقة تكون شفافة وغنديرو المسمن المسمن العادي المرتاح المسهل السريع بخاف البنات المبتدئات هاد الرسيسة ساهلة ليكم البنات. دابا نوريك
يلا ديروا لنا لايك، ديروا لنا لايك الله يجزيكم بخير. ها انتم كل صوره شباك كما كنقولوا. ها انتم ها انتم شوف صافي. ها انتم تندير شويه الزيت البلديه والزيت الروميه، تنرش شويه الفينو، تنطوي بحال الفل، كتبقى يكون قاد وعلاش ما تزينوش الكيسه زوينه، زينه غزاله وما تكثرش الزيت. ها انتم ها انتم صافي، دايره واحد اللاطه حدايا كنحط فيها، عاود معاكم الصفاء. واه هي فعلا العجينه كتوقف وما تمحلش في هذاك الزيت. وهذيك البلاستيكه جربوها يا بنات، راح تساعد في الشفتو ديال الجعاد ديال الكوكو. يا شفت وصفي صافي شنو الزيت تجينا الكيسه لا تكون زوينه ما تدهن ما تبرنا ما والو. والزيت البلديه زوينه، الزيت البلديه ايطاليا اللي كنقليو بها نديرو بها الكيسه زوينه. خواتاتي ها خواتاتي ديروا لايك 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 صافي. غنقد التمره كنعمر البلاطه ونبدا نخبز. سيري لي وقلبي عليا صافي. هنا البنات انا غادي نقرص في نفس الوقت، ضربت البلاطه قرصتها وغادي نسرح ونبدا نخبز ونورق. هانتوما مسمنات كبار على قد المقله، على حسب المقله. المقله كما كانت المقله كبيره ديرو كبير، اذا كانت صغيره ديرو صغير. المهم هو تيجي سريع وسريع التحضير وزوين مره. صافي داك في المقله غنرش على واحد شويه د الزيت، ماشي بزاف، شويه د الزيت بحال هكا. وما فيه لا خميره كما شفتو، تيسيفق وتيجي زوين مره. هانتوما تشوفو تيجي رائع، السمن عادي ديال شرب الشاي. ملي كنا في قبل لا والدينا ما كانوا يديروا لا خميره، لا كانوا يديروا واحد الطريقه ديال الخميره في الملاوي. السمن عادي ما كانوا يديروا فيه لا سكر لا عسل لا والو. دابا تقدمات الوقت الماء عادي والملح ويعجنوه ويطيبوا هاد السر ديال هاد القليب، خلتي خليه يجي تنفخ ويجي زوين كما قلت لكم البنات. والله الا رائعه انتم شاو بديت تنفخ بلا راكم شتو، بلا حتى حاجه غير الماء والملح. ولكن راه السر في التراق وفي الطي، يكون مقاد والتراق يكون رائع يكون مقاد. راه المسمن دائما غادي يجيكم زوين، ثقوا بيا الا طبقتوا هاد الطريقه. البنات المبتدئات ان شاء الله نتوما كمرقه تحلى نتوما شو تبارك الله. قد ما كانت المقله كبيره وقد ما درتو المسمن كبير قد ما تتربحوا الوقت، تتربحوا الوقت بزاف. المهم صافي الذهب ما نخليوش يحمر بزاف انتما شفتوا، وغنسرح واحد اخرى. صافي البنات انتما رشيت شويه الزيت وحطيت السمنه ديالتي اللي رققتها مزيان، وترش غير شويه زيت البنات انتما شويه باش يجينا المسمن ناشف وزوين. الرفيسه ما تقهمكمش تجي ناشف وزوين قبل ما تتحمر تنقلبوها، ما تيخاف من السخونيه. انا كنتحمل السخونيه كنقول لكم دائما، اللي تيتحمل السخونيه يدير ديك العصايه ديال الخشبيه ولا ديك السيليكون ويبقى يقلب بها بحال هكا. انتما شوفوا تبارك الله السر ديالو كيفاش، والله الا تشهاو تشربوه دابا مع برات تاتاي. انا راه نموت على تاتاي البنات. هانتوما شتو، هو نتمناكم البنات تجربوا هاد الوصفه، راه غزاله ما شاء الله وسريعه. صافي البنات هنا غادي ندوز نحل الكوكوط ونشوف الدجاج نحيدو باش نرمي العدس، راني مرات في الزكاه. صافي البنات حليت على الدجاج غنحيدو كما قلت لكم، وغنديرو في اللاطه. والعدس راني في الزكاه البنات باش ما ياخذش ليا الطياب. حدايا الصفايه ديروا الصفايه البنات باش ما يسالش فيكم الدجاج.
صافي غادي ندير العود حتى نحل عاد خاص شويه الدار شويه مساخن غادي نزيد هذاك الشيء صافي دابا المهم غندير العدس وغادي نسد عليه وندير واحد الكريكيبه ديال الثومه ونسد عليه ونعاود نطلاقه صافي البنات ها هو الدجاج دهنوا باش ما بغيتوا بالسمينه بالزبيده باش ما دهنتو المهم انا غندخلو الفران غندير شويه الزبده من الفوق الوليدات ما تيبغوش السمن غنديرو ندهنو بالزبده وندخلو الفران يتحمر والكوكو ديالي راه سديت عليها المسمن راه طاب ايوا باقا نكمل فيه تبارك الله علينا وعليكم ان شاء الله شجعوني الله يجازيكم بخير صافي هنا البنات ها هو المسمن تبارك الله ما شاء الله فركت هانتوما شوفو كي رائع وتيجي غزال البنات نعمل كريمة هانتوما تيجي مرق وتيجي زوين وتيتحل بسهولة هانتوما صافي وتتحطو على الشكل اللي بغيتو نتومايا المهم انا خليت هاد ما تخليتش السته غنخليهم تنشربو ما تاه ما درتش كلشي اللهم شيطناها شوفو ما تشطش مسقيه وخا تشط مسقيه راه انا ما تلوحاش كتعجبني مع تاه صافي وغنشوفو الكوكو حتى هي اللي خاصها شي حاجه غنزيدوها ها هو العدس طاب نزيد الملح ونزيد شويه الابزار ونزيد شويه التال مساخن ونزيد زيت العود السمن لا حيت ما تيكونش ليا السمن غنديرو في الزين فوق حط وحده هادشي اللي كاين البنات صافي هنا البنات انا غنحط كيما نقولو بسم الله واحد لاصوص البنات خاتر ما شاء الله رائع نتمنىكم تجربوا هاد الرفيسه راه تاتي غزاله وسهله وبنينه يا البنات بسم الله شتو لاصوص كي داير البنات والله نتمنىكم تجربوها ورحمة الوالدين الله يجازيكم بخير وصايمة تعليق زوين وقولوا لي كيفاش جاتكم الرفيسة السريعة وزوينة وسهلة وبسيطة بسيطة بزاف وحتى لاصوص لا شاط البنات راه ما تملوحوش حرقة حتى هما تبارك الله شتوهم الدجاج تا هو غنجيبوها في الفران العديسة غادي نصفيها هانتوما هانتوما الحارة شوف الفيديوهات ديالي كلهم فيهم الحارة الحارة مزيان صافي واحد الفصيص ديال التومة تا هو تنزين بيها وشتو إيوا البنات غندير العدس غنفرن صافي كما قلتلكم مقريب شوية صافي غندير العدس بحال هكا الدجاج ها هو شتو هو تحمر هنا البنات درت الحلبة ودرت الراس تاع التومة ودرت الحار يبقى بعيد بحال هكايا ودرت هنايا لاصوص ندير درت معاه السمن نحطو حدايا على جناب والبنات تزين على اختيار ليكم درت الكركاع اللي متوفر عاد تيتسمى الكركاع ديال المغرب تا هو تبارك الله هانتوما وتزين تيبقى اختيار ليكم نتومايا باش ما كنزينو ها متوفر عاد ديرها زينتها بغيتو ديروها بريستيج ديروها بغيتو ديروها عادية ديروها كيما درتوها تفنو الوليدات صافي هانتوما شوفو تبارك الله ما شاء الله ولكن راه السر في السر البنات في لاصوص لاصوص اللي جا خطير وجا زوين ونتمنىكم تجربوها وما تنساونيش من التعاليق وما تنساونيش من لايكات وما تنساونيش من البارطاج ودعموني الله يجازيكم بخير ما غتخسرو والو البنات مشاهدة كاملة وصافي اللوزة البنات ديروا لمامينا لايك 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 هاي جاتكم ديروا لايك ديروا لايك صافي اللويزات هما يا كاينين متوفرين عندي ما جبت حاجة من برا كاع اللي عندي في الدار درتهم فننت الوليدات وصافي البنات بالصحة والراحة نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وديما مع الجديد وشكرا لكم بزاف الله يحفظكم ونتمنىكم تجربوا القصرية ديالتي ديال الرفيسة اللي تجي رائعه ما شاء الله غزاله بزاف صافي نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وبالسلامه عليكم نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده